لعل أبرز المشاركات اللي ظهرت فيها الشركات الإماراتية في معرض آيدكس اللي انطلق اليوم الأحد في مدينة أبوظبي هي سيارة عجبان اللي ظهرت بنسخة جديدة عن النسخة السابقة. طبعاً النسخة الجديدة تأتي بتقنيات جديدة وحماية أكبر. بالنسبة لنا في شركة نمر للسيارات، نحن نفتخر بتصميم وصناعة آليات نمر المدرعة وغير المدرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة لنا اليوم بعد نحن نفتخر في الإعلان عن آلية جديدة اللي هي آلية الـ 447 اللي هي آلية مطورة من ناحية التسع لسبع ركاب. كانوا أربع ركاب الآن حسناها صارت تسع لسبع ركاب، وبعدين مطورة منصة أنظمة أسلحة متطورة. والآلية هذه متطورة وتستخدم في العمليات الخاصة والعمليات التكتيكية، تحتوي من التكنولوجيا من ناحية نظم حماية أقوى من نظم الحماية السابقة، وممكن يعني حسب متطلبات العميل نحن نصمم ونصنع الآلية مستوى حماية أكبر ليجعلها من الآليات المفضلة في العمليات الخاصة والتكتيكية. بالنسبة لنا هذه الآلية نحن نفتخر فيها، وإن شاء الله نتوقع لها إن شاء الله بإذن الله سوق كبير بإذن الله.